أشاد وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية البريطانية أليستر بيرث بمشاركة جمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تنظيم معرض البحرين للتسامح، وذلك على هامش الدورة 73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة حاليا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. وقد أكد الوزير بيرث أن تواجد المعرض البحريني في أحد الأروقة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة يشكل اعترافا دوليا صريحا بتجربة البحرين الرائدة في التسامح والتعايش السلمي، وما تملكه من قيم إنسانية نبيلة يجب تعميمها على الكثير من الدول والأقاليم حول العالم. وقد لفت الوزير بيرث خلال زيارته للمعرض البحريني في الأمم المتحدة إلى ما تملكه مملكة البحرين من تاريخ طويل من تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والثقافات. لقد كنت مندهشا في أول زيارة لي لمملكة البحرين بحجم التسامح والتقارب الاستثنائي بين مختلف الأديان والثقافات، فهو أمر استثنائي على مستوى المنطقة والعالم، مما يدل على مدى تصميم وعزيمة جلالة الملك المفدى على ضمان نشر روح التسامح والتعايش السلمي بين الجميع. يشكل المعرض البحريني في قلب مقر الأمم المتحدة في نيويورك فرصة فريدة من نوعها لإبراز الجوانب المشرعة الكثيرة من الهوية البحرينية المميزة عبر عصور طويلة بقيم إنسانية عظيمة على غرار التعايش السلمي بين مختلف الأديان وتاريخ طويل من التسامح ومواصلتها البناء على ما تحقق من منجزات لتحقيق مزيد من الرقي والازدهار لمجتمعها المحلي المتحضر.